اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. والنهارده هنعمل اكلات كده لطيفه جدا، ومنها اول حاجه اللي هعملها دلوقتي هعمل الفرخه بالبصل او بالدمعه، كانوا بيسموها زمان. ادي اكله قديمه جدا، يعني عايزه اقول لكم اكله قديمه فحت ردم كده زمان جدا. فالاكله دي عباره عن حاجات بسيطه قوي، فحت ردم، عارفين حرفين انتوا بقى الحاجه القديمه خالص هي دي. يعني وصفة دي جايباها من معاميك المعاميك، وبسيطه خالص بس حلو جدا، بتخلي الفرخه غنيه قوي. يعني انا عندي دلوقتي فرخه هقطعها اربع ارباع طبعا حسب عدد الفرخه اللي انت عايزاها، وبصل وطماطم وملح وفلفل، حابه تزودي ورق لورا وحبهان اوكي، بس مفيش ماده دهنيه مفيش اي حاجه، هي الاكله كده. كانوا بيعملوها ازاي بقى؟ اقول لك. احنا كان يجيبوا كميه من البصل كبيره، حتى لما قلت لهم بصل فجابوا لي بصل قليل، قلت لا ما ينفعش احنا عايزين بصل كتير. كميه بصل كبيره، كميه طماطم كويسه يعني معقوله برضه مش هتكفي، هجيب طماطم تاني. هي كده هي الاكله حاجتها كتير. ماشي؟ اجيب الفرخه طبعا بغسلها حلو قوي واشطفها واعملها بقى بشويه دقيق كده وليمون، طبعا كان زمان الفراخ البلدي تقعد معاهم فتره كبيره كده على النار. كل ما بتقعد بتبقى احلى. فهجيب هنا بقى كده مثلا حله، ماشي؟ اجيب جنبي حله كده. عندي هنا كميه من البصل، اقطع معاه بصل تاني، حلقات بصل دي بيسموها الفراخ بالدمعه او بالبصل. يمكن احنا الدمعه عندنا او الدمعه دي احنا عندنا طماطم يعني بنعملها بالصلصه، زمان لا هما كانوا بيسموها كده. هي قصدهم بقى دمعة البصل، واخدين بالكم؟ كمية بصل محترمة كده. ماشي، اجيب بس بوله كبيره الم فيها كل البصل على بعضه. شفت انا البصلات دي اللي حطيتها؟ ماشي. طماطم عليها، طماطم برده حلقات طماطم كده برده كتير، عشان كده بقولك لا هنحط تاني حبتين طماطم كمان او ايه او ثلاثه. انا عايزه حبات طماطم بس مش كتير قوي، بصل اكتر من الطماطم، لان انا هنا بس مجرد الطماطم انا زياده مش اساس، بس عندي البصل ده يديها طعم حلو برده ويشيل زفاره الطماطم دي. باخد حلقات كده من الطماطم. واجيب ملح وفلفل. مفيش ماده دهنيه لان انا عندي الفراخ بتبقى فيها الجلد بتاعها دوت عليه في سمين طبعا في دهن شويه. طبعا كان زمان مفيش حاجه اسمها ان هم يشيلوا الجلد من على الفرخه ده خالص، دلوقتي بقت موضه جدا ان هم يشيلوا الجلد من على الفرخه. فلو حابه تعملي كده يبقى لازم هنزود معلقه سمنه، بخليها زي ما هي كده طبعا الطف كتير. نحط كده التمليحه على البصل والطماطم، ملح وفلفل. قلبه بقى كده. نشوف بس الجوانت ايه عشان افركه حلو، عشان عارفه البصل رخم بيلزق في الايد. بصوا ناخد بقى بياخدوا كميه بصل كبيره كده والطماطم اقل، وايه وملح وفلفل ندعك فيها البصل والطماطم، ونيجي في الحله هنا بقى دي كده اللي انا هشتغل فيها. الفصل بعيد عن بعض كده،
هاخد شويه من البصل مع الطماطم احطهم في الحله كده تحت الايه؟ تحت الفرخه. ماشي، هاخد ورق لورو، حبهان، كفايه بس حبهان حلوين قوي. هجيب الفرخه بقى كده وارصها هنا كده، ممكن تحطيهم فوق بعض لان لو انت عملتي اكتر من الفرخه عادي رصيهم فوق بعض مش هيجرى اي حاجه كده. واروح حاطه عليهم بقيه البصل والايه والطماطم بس، ولا هحط نقطه ميه ولا هحط نقطه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هي كده زي ما هي. وهبدا بقى احطها على النار، يعني دول تسخن الحله واوطي عليها النار خالص خالص تعيش بقى، يعني ممكن تقعد لها مثلا ممكن ساعه ونص ساعتين لو انا الفرخه كده بس، لو فرخه واحده، لو لو الفرخه اكبر والكميه اكتر ممكن تقعد ساعتين ثلاثه، لان انا مهديه عليها النار خالص. بتستوي على ايه؟ على البصل والطماطم فقط لا غير. انا هبدا ايه اولع عليها النار كده بقى، هسيبها تسخن بس. هبصوا لا حطيت سمنه ولا ميه ولا اي حاجه، هو البصل والطماطم تسخن، ههدي النار عليها. هتبدا بقى ايه؟ البصل ينزل الدمع بتاعه زي ما هم مسميينها، والطماطم بس الطماطم هتبقى اقل، مش تبقى حاجه حمراء لا، تبقى هي البصل فيها لا اكتر. وتسوي بقى يعني هتبصي بعد ما نيجي نخلص تلاقي فيها شوربه، دي ان شاء الله على اخر الحلقه كده، على عايشه مع اخر الحلقه، على ما نخلص اخر الحلقه كده او الوقت اللي احنا هنخلص فيه الفرخه هتلاقي اتمرت ميه، اتمرت الشوربه بتاعتها، تستعمليها في اي حاجه بقى، اي حاجه زي ما انت عايزاها. ماشي، بس كده كده الاكل خلصت، ايه رايكم؟ والله انت غوي شكل. طيب كده انا هسيبها على النار، هحدي عليها يعني تسخن الحله بس، حاسه انها سخنت وهدي عليها النار عشان ما تاخدش وقت اكبر، انما لو فاضيه سيبيها على النار هاديه من اولها. تمام كده. طيب كده الاكله دي خلصت، انا بس هطلع فاصل واحضر الاكله اللي بعديها، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من فاصل، ودلوقتي الفرخه على النار، ما انا عايزه بس ابصكوا عليها. بصوا بدانا نسمع حس اهو، بدات ان هي تنز ميه بقى، البصل والطماطم وكل ده، حطيت شويه نقطه ميه، حطيتش بقى اي ماده دهنيه، هي كده بس، وسايباها تعيش مع نفسها على نار هاديه خلاص. طيب ممكن اغطي كمان. نيجي بقى دلوقتي نعمل نوع من انواع المكرونه، ممكن تتاكل مع الاكله دي وممكن تتاكل لوحدها، يعني مكرونه كده لوحدها لطيفه جدا. احنا عندنا هنا مكرونه مسلوقه، طماطم مقطعه صغير، فلفل، زيتون الوان او يعني زيتون اسود زيتون اخضر او زيتون نوع واحد زي ما انتم عايزين، فلفل حامي برده ده اختياري، ثوم، جبنه رومي. ايه رايكم؟ وصفة مكرونة كده تتاكل لوحدها من غير أي حاجة جنبها، خفافي زي ما بيقولوا. هجيب كده شوية زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معلقتين ثلاثة كده قد ما يليق مع المكرونة. أنا عاملة كيس مكرونة اللي هو 400 جرام الصغير ده. هاخد فلفل رومي حبه كتيره، وابدا اشوحها على النار شويه، واديها شويه ملح وفلفل، التليفونات بايظه صح؟ واضح واضح ان التليفونات بايظه. بجرسكم. ايوه عشان الناس تتكلم ما تفتكرش ان احنا بقى شايلينهم ولا حاجه، معلش. شوح كده، ادبل بس الفلفل شويه،
اطريه بمعنى اصح يعني، لان انتوا عارفين الفلفل الرومي اللي هو الصوب ده او الملون او الحاجات دي سميك جدا، فعشان ندبله بياخد فتره اكبر، انما لو عندك البلدي بقى اللي هو الرفيع ده طبعا احلى كتير، على طول بتلاقيه مجرد ما بيشم النار على طول بيدبل، انما بص اللي عندي دوت سميك كده ليه لحم. هبدا ادبله بس حتى بنزل ميته كمان شويه اهو. حبه صغيرين كده. هنزل طماطم بعد كده مقطعه صغير. مش عصير. ومعاها زيتون اخضر انا عشان وزيتون اسود انا عشان الون بس الايه؟ المكرونه دي، انما ممكن تحطي زيتون اسود بس. طعم ما تكتريش علشان ما يبقاش ايه طعمه حادق على المكرونه. واقلب ده كله كده. واستنى عليها شويه. نحط عليها حبه. تعمل شويه صوص بسيط قوي من الفلفل والطماطم. عندي بقى هنا الجبنه الرومي دي في الاخر. فلفل حامي لو انا عايزه، والثوم ده في الاخر شويه قبل ما انزل المكرونه على طول هنزل الثوم. الفلفل الحامي ده لو انت عايزاها حاميه او لا، انا هحط شويه. انت عارفين انا بحب الحامي يبقى حاجه بسيطه كده. يعني لا يضر بس يفيد. يعني قولي مثلا ربع قرن فلفل حامي، مش كتير خالص. بص الخلطة دي خلطة حلوة جدا. نقفل كده. ممكن نعمل حاجتين بقى. ممكن ان احنا ننزلها في طاجن. طاجن صغير كده ندخله الفرن. وممكن ان احنا نخليها زي ما هي في الحلة. ايه رأيكم؟ انا بفضل نعملها في صينية او في طاجن. اطلع بس ايه صينية. ممكن حاجة زي كده. او 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 عارفين بقى هديكوا طعم ايه؟ هديكوا طعم البيتزا. يعني انا كده ايه الخلطه دي واخدين بالكم انتوا من الحته دي، تديكي بقى بس ما فيهاش صلصه، فيها الطماطم المقطعه دي. فانا بعمل لها صوص كده بسيط قوي، وبعدين ابدا اخلطها بقى بالثوم كمان، واخلطها بالجبنه وكل الكلام ده، فتحسي ان المكرونه فيها طعم البيتزا شويه. بس برضه ممكن تاخدي نفس الطعم ده لو انت سايباه برضه في الحله عادي جدا. بس طبعا اي حاجه في الفرن بتبقى حلوه بصراحه، بتديها طعم حلو كده. بص كده انزل بقى الثوم. هي عامله شويه صوص اهو، بصوا كده مش عايزه اكتر من كده. هنزل معلقه ثوم مفروم، يعني حوالي اربع فصوص من الثوم كبار كده، مش الصغنون بتاع زمان ده. واقلب الثوم شويه كده معاها. يبقى انا كده قطعت فلفل رومي، شوحته في شويه زيت ملح وفلفل، رحت منزله عليه الطماطم المقطعه، نزلت عليه زيتون اسود وزيتون اخضر، وبعدين نزلت عليه الثوم. خلاص هطلع بيه بره كده. خلاص خليت بس شميت ريحه الثوم. خلاص هنزل بقى المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرونه مسلوقه. واقلب ده كله كده مع بعضه. جبنه رومي مبشوره. خلي شويه الوش صغيرين كده. عشان تديني طعم وتديني رب. ممكن تتاكل كده زي ما هي، وممكن زي ما هعمل دلوقتي اروح منزلها في صينيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
او طبقه تحت شويه. هبدا ان انا ايه تعمل صينيتين يعني. بص بقى النص الكيس ده يعمل صينيه كبيره، كيس المكرونه يعمل لك صينيه كبيره من الايه من الخلطه دي. تمام كده، ماشي كده كويس. دي نحطها في صينيه تانية لوحدها بقى، وابدا احط على وشها جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، زي ما انت عايزه. انا فضلت منها شويه جبنه كده رومي برضو، وعلى وشها كده وخلاص. تخش بقى الفرن تتشمع مع بعض، كل الجبنه فيها تسيح طبعا، كل حاجه مستويه. معانا ايمان، اهلا وسهلا يا ايمان. يا راحت فين ايمان تاني؟ يا ايمان راحت ايمان. طيب هدخل دي الفرن. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. تتشمع كده مع بعضها والجبنه تسيح وخلاص. ده طبق يعني عايزه اقول لكم جامد جدا من المكرونه. خلاص طيب دلوقتي هطلع في فاصل، ونرجع بعد الفاصل. ربنا يسهلك كنت تشتغل ان شاء الله ان شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي يلا بينا على عجينه نعمل معجنات، حاجه كده لطيفه باللانشون. نعمل سويسرول باللانشون، طريقه بسيطه جدا زي سندوتشات اللانشون، بس احنا عاملين العيش بتاعه وهنعمله شكل حلو في الصينيه. ازاي بقى؟ احنا اهم حاجه، بس اهم خطوه، ان احنا نيجي ناخد الخطوه ان احنا نعجن، علشان دي بتيجي بعد مرحله طويله من الحوار مع النفس. وبعدين طب هنغسق ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ما ماله العيش؟ انما اول ما تبداي تخشي وتعجني وتطلعي الحاجه حلوه خلاص ما بتسلهاش ابدا، يعني بتبقى على طول في دمك بقى العجين ده، عايز تعجني اي حاجه، مش هتعجني تعجني العيال قدامك حاجه، قوم بتعجني وخلاص. اعمل دلوقتي عشان ما اعجنش في العيال اللي حواليا دول كلهم. فرسني من الصبح، فرسني. هعجن عجينه باللانشون. انا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم ربع كوبايه من الزيت، 3 معالق لبن بودره، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر او رشه سكر، رشه ملح. وبعدين هحشيها باللانشون وجبنه موتزاريلا وزيتون. برضه حاجه قريبه كده من، انا عارفه انتوا بتحبوا البيضات والحاجات دي، فدي حاجه قريبه من البيتزا برضه. ماشي، بنت عمها بالظبط كده. اطلع بس كده المكرونه، عشان المكرونه كده خلاص انا مش عايزه منها اكتر من كده، ان الجبنه تسيح بس. والفراخ معايا شغاله اهي، بصوا عماله تعرق ازاي والميه تطلع منها. انا بس عايزه اوريكم المراحل دي كلها. هي كان بتتاكل كده، بتتاكل بالدمعه بتاعتها دي. انا بقى عشان بقى انا عارفه المصريين بيحبوا الحاجات محمره، قلت خلاص هنطلعها نحطها في صينيه وتخش تتحمر في الفرن، بس بعد ما خدت طعم البصل والطماطم ده. اوكي كده. طب يلا بينا بقى نعجن. هناخد 3 كوبايات من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات من الدقيق، معلقه خميره كبيره، 3 معالق لبن بودره، رشه سكر، ورشه الملح. ماشي، ربع كوبايه زيت، وهنعجن بقى بميه. وادي ربع كوباية الزيت، ونعمل عجينة طرية زي عجينة البيتزا عادي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة عيش، عجينة بيتزا، هي دي. مية شوية شوية،
تسلم معايا علينا. معانا جنة، اهلا وسهلا. يا جنة ازي حضرتك؟ ازيك، عاملة ايه يا جنة؟ الحمد لله. الحمد لله. دي سليمة ولا ايه؟ ايه؟ لسه نايمة؟ لا. صحيتي امتى من النوم؟ جينا بقى الاجازة ونصحى متأخر صح؟ لا اصحي بدري شوية، اتفرجي على البرنامج وبعدين رايحي على البرنامج شوية زي ما انت عايزة. ماشي يا جنة؟ ليكي سؤال؟ يا جنة ممكن تقولي لي وصفة الكشري المصري؟ فشار؟ الكشري المصري. كشري، حاضر، عينيا، شكرا يا جنة. هنبدأ بقى ايه الأجازة بقى والحر وننام بقى ايه، نصحى متأخر من النوم صح؟ معانا ملك، اهلا وسهلا. ايوه. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. لا حاسك صاحي يا ملك، صحيتي بدري النهارده؟ نعم. صحيتي بدري النهارده؟ ايوه. طيب برافو عليكي. عامله ايه يا ملك؟ خلاص امتحانات ولا لسه؟ لسه ما بداتش. والله طيب، يلا ربنا معاك ان شاء الله. ليكي سؤال يا ملك؟ ايوه. انا ممكن حضرتك تعيدي المكرونه بالزيتون تاني؟ عينيا. ليكي أي سؤال يا ملك تاني؟ لا شكرا. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. استنيني آخر الحلقة هعيد كله تاني. ماشي، أدي كده بس العجينة الخمرانة. كده. وأشيل دي كده تخمر برضه زي أختها. وأبدأ بقى إيه؟ افردها. فين النشابه؟ ايه النشابه؟ اهي. هعملها بقى زي المستطيل. مستطيل. معانا سامي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ لو سمحتي ممكن بس اعرف الايس كريم احط على قد ايه العلبه المكثفه المحلى؟ ايه لبن، كريمه لباني. كريمه لباني على العلبه. حاضر. اه حاضر. انا طبعا الايس كريم يعني انواع كتير جدا، وانا ان شاء الله يوم الخميس في ايس كريم اتفرج عليه برضو. بصوا كده، ادي كده الايه الشكل ده، ارص اللانشون كده. ماشي، شوية زيتون، طبعا مش كتير عشان مبقاش الحاجة حادقة، شوية جبنة موتزاريلا. كده ابدا بقى الفها زي السويسرول بالظبط. اجي كده، اهي العجينه اهي كده. ماشي اهي كده. ممكن ترفعي عن كده وممكن تتخنيها يعني زي ما انت عايزه القوام، يعني السمك قد ايه بتاعها. نغرب بس حته الزياده اللي ما فيهاش لانشون ولا ايه، طعم بيبان عليها على طول كده. ممكن اعملها بالدقه صغيره، لازم استغل اي حاجه. اجيب بس صينيه بقى، ممكن صينيه خبز وممكن ايه صينيه مدوره زي ما انت عايزه. اجي هنا كده كده اهو، احطها كده. ماشي،
كده، ابعد شويه. معانا ميرفت، اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي، ازي حضرتك عامله ايه؟ اهلا بيك الله يخليكي. ممكن لو سمحت؟ ايوه اموري. أيوة. اموري اتفضلي. ممكن لو سمحت عايزه مقادير البريوش مقادير الايه؟ بريوش. انا مش سامعه على فكره، سامعين؟ بريوش. حاضر. عينيا ممكن انزله لي على الشاشه بس عشان اصور. طب اوكي، يا ريت ننزل البريوش يا ولاد، اكيد موجود ما بعتش لسه. اوكي هننزله لك حالا ان شاء الله. الايه تقولي ايه؟ الحمد لله. نزل بقى على الوشاشة شوية جبنة كده كمان. عايز تبيعها كده زي ما هي شكلها كده لطيف برضو حلو؟ ماشي، عايز اغطيها بالجبنة كده، نغطيها بشوية جبنة كمان وندخلها الفرن. ماشي، بس على قولي كده 200 درجة علشان ايه؟ يبدأ يستوي من جوه لبره. معانا البريوش اهو معانا، يا ريت تصوريه. ماشي، 4 كوبايات دقيق و2 بيضه، نص كوبايه زبده، لبن للعجن، معلقه خميره كبيره، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره فانيليا، ورشه الملح. طبعا بتعجني كله على بعضه وبعدين تسيبيه يخمر، وبعدين تشكليه كور كور كده، كل كوره تعمليها زي الضفيره. عايز تعملي ضفيره، عايز تلفيها حلزوني زي ما انت عايزه، وبعدين تعملي شويه بيض بفانيليا وتروحي حطاها كده على عليها ورشه السكر السنترافيش. ممكن تعملي الوش اللي انا عملته اللي هو بسكر بودره ولبن وضربتهم حلو قوي، سكر بودره 2 معالق كده وسنه لبن، دوبتي فيها السكر البودره وتحطها بس بعد ما طلع طبعا من الفرن، وتحطها على وش البريوش زي ما انت عايزه. طيب ودلوقتي هطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. الفاصل ونص على قد الايه. ورجعنا الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض. معانا بتراك شربات مشمش، وبدل اقرب بقى كرواسان طيبين. شربات المشمش ده هعمل بيه كيكه، ايه رايكم؟ طبعا في رمضان بنشربه عادي كده على الميه ونشربه عادي خالص. دلوقتي هنعمل بيه كيكه ونسقيها برده من على وشها شويه، نلمع بيها الموضوع. طب ايه المقادير بقى بتاعت الكيكه اللي هعملها بشربات المشمش اللي بيليق قوي على رمضان؟ قوي قوي يعني، ناخد ذكريات رمضان بدري شويه كده. انا عندي هنا، بصوا المقادير دي، عندي هنا 2 كوبايات من الدقيق، 2 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، بيض، 1 كوباية من شربات بتراك المشمش، 1 كوباية بحالها. ماشي، لا لبن ولا اي حاجه، هي كده بس. نجيب الخلاط زي بقى الكيكه العاديه خالص، هحط، وطبعا انا حاطه سكر اقل من اي كميه لان انا عندي شربات هنا فيه سكر، فده يعوض ده عشان تبقى السكر في كيكه حلو. ماشي، طعمه حلو. هحط نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضة، فانيليا، 1 كوباية من شربات المشمش بتراك، زي ما بفتح البطرمان بفتح القزازة برضه، هي نفس الموضوع. طلع الهواء بس كده منها، سمعت التكة؟ هي دي. هاخد 1 كوباية من شربات المشمش، ده حوالي كده 1 كوباية، واضربه في الخلاط بقى كويس كل ده على بعضه كده. Thank you.
ماشي. اجيب بقى هنا كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. دي هتعمل صينيه مقاس حوالي 22 معلقه بيكنج باودر، رشه ملح، بعدين بقى كل ده فرخه على النار عشان هي كده عماله تشرب من طعم البصل والطماطم. يبقى كده انا حاطه هنا كوبايتين دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه الملح. هنزل بقى في الخلاط اللي هو عباره عن ايه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، باكو فانيليا، كوبايه من عصير فيتراك مشمش، وضربت ده كله في الخلاط بس كده. يبقى نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، 2 بيضه، فانيليا، كوبايه من شربات المشمش فيتراك، ضربت كله في الخلاط. هنزله على في الطبق اللي هو عباره عن ايه، كوبايتين من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، رشه الملح، وانزل كده واخلط كله مع بعضه، وهروح حطاه في صينيه مقاس حوالي 22 وادخله الفرن. دي الكيكايه سهله، مكوناتها بسيطه جدا، وريحه المشمش بقى حلوه قوي فيها، كمان بتديك لون حلو قوي للكيكه. معانا يا سلمى، اهلا وسهلا يا سلمى. معانا سلمى راحت سلمى، تليفونك كويس اللي راحت والله. معلش يا جماعه والله عذرا، يعني في حاجه في التليفونات الظاهر كده. ماشي، اجيب بقى صينيه مقاس ايه، لا عايز مقاس اكبر شويه. ممكن دي كويسه، تحط سن الزيت كده او زبده، خليها زبده احسن ما دام موجوده حطها. اخدها كده امرر عليها ايه الزبده، وانزل فيها الكيكه، الكيكه اللي بايه، بشربات بتراك. الشربات انا عجنت بيه عشان اخليها كلها طعمها مع بعض ايه، مشمش. خد طبقه حلوه كده من عشان تلمع كمان بقى، طبقه حلوه كده من الزبده. وانزل الكيكه. معانا شهد، اهلا وسهلا. الو ازيك يا شهد، عامله ايه؟ ازيك ازيك يا شيف مجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. ليكي سؤال يا شهد؟ يا شهد، لا انا شكرا ليكي يا شهد، شكرا ليكي يا حبيبتي. طبعا حسك صعب جدا، مش سامعاه قوي، فحسك بالدنيا صعب. شكرا ليكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، ناس امتحانات بقى، بس حسك كده في ابتدائي لسه. طلع لك الفرن. نعم. وادخل دي على 180 درجه على الرف الوسطاني. ماشي، تانية ثانوي. طيب كده ايه، عايزة بقى احط دي في صينية. بصوا عامل ازاي، احمد يا ابني احمد يا بابا.
عشان قلت لكم انا لازم اعجن. انا ايه اللي خلاني كل حلقه بتاعتي كل يوم عجن كل يوم عجن؟ ليه ليه كل يوم بعجن؟ عشان ما اعجنش في اللي حواليا استفزوني. هربا الفرخه كده اطلعها. بص بقى اعمل شوربه قد ايه. يعني انت كمان لو عايزه شوربه هتعملي بيها اي حاجه تانيه اهي. وشوربه بقى عايزه اقول لكم فظيعه شوربه، يعني زي بيقولوا كده على اصولها، ما فيهاش ولا لقطه ميه من بره، هي كلها من البصل والطماطم ومن الفراخ اهي كده. احط لها شويه بصل عليها برده كده، دي طماطم ماشي. بص بقى كلها شوربه عامله ازاي. دي بقى ممكن عارفين نعمل بيها ايه بعد ده كله؟ مبقاش فيها حاجه، اخليها تغلي كمان حبه تقصر خالص، وانا عاملاها ايه المكعبات. اعمل لها كوبايه دقيق ونص كوبايه زيت، احمرهم واضرب دول في الخلاط، بس بعد ما اخليها تغلي كمان شويه تقصر حبه، واروح منزلاهم عليها واقلب بقى. هتبقى عجينه بقى حلوه. بس طبعا الاول حمري كوبايه الدقيق دي في النص كوبايه السمنه، حمريها كويس يعني خليها تستوي، ونزلي عليها الخلطه دي بعد ما الخلاط، وقلبيهم مع بعض كده بقى، وافرجيهم في صينيه دخليهم في الفريزر. بعد كده قطعيها مكعبات بقى كده تستعمليها ايه مرقه. نرميش حاجه ابدا. هما لا، في ناس بقى بتحب على فكره دي ياكلوها بالرز، لان هو بيعمل هي اصلا زمان طبعا كل شعور مره الكلام ده. كان احنا بنعملها كده جنبيها رز ويتاكل ده كانه طبيخ على الرز. بس معانا يسرى. يسرى اهلا وسهلا. الو ايوه يسرى. نعم ازيك يا مدام نجلاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ وحشاني. الحمد لله. معاني بشوفك بس وحشاني. الايه؟ بقول لي معاني بشوفك على صوت بس بتوحشيني. ربنا يخليك يا رب. معلش الحس صعب، بس معلش شكرك جدا. الصوت صعب؟ مش سامعاكي قوي. وطي يا فاكر. ازيك يا مدام نجلاء؟ انا بقول لك أيوة. انا مامت الحسن والحسين. انا مامت الحسن والحسين. ربنا يخليك يا رب. تسلمي، انتوا اللي بتوحشوني والله. لا لا، انتوا عندكم الغلط من عندكم مش من عندي. الصوت. انا متشكره ليكي ومرزوقك جدا، ربنا يخليكي تسلمي. شكرا كده. شو خلينا نسمع الناس عدل. طبعا انا بعملها شويه كده ان الجبنه بقى ايه اللي هي تحت لزقت سنه صغيره، بس مش مشكله. بنفرحها كده وبنطلعها، بتخلي شكلها جميل جدا. طب مش عايز اقول لك بقى احطي ورق زبده ولا الكلام ده، مش مشكلة. معانا ياسمين. اهلا وسهلا. الو ازيك؟ الو الو ياسمين ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. ليكي سؤال يا ياسمين؟ عايز اعرف طريقة اللانشون. اللانشون؟ حاضر حاضر يا ياسمين. اجازه جايه بقى، ممكن عايزه هات اللانش العادي اللي من غير لحمه ولا فراخ، ده الاساس. ان يعني الاغلب اللي بنشتريه من المحلات لا في لحمه ولا في فراخ، الاغلبيه. هو زي الطريقه اللي احنا عملناها اللي هي كانت بيض، ودي هطلع المقادير دلوقتي ان شاء الله واشرحها لكم. تمام كده ادي كده. معانا ايمان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الله يخليك. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير. الحمد لله. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. مري. الله يخليكي. كنت لما اجي اعمل الكيكه بتبقى من جوه بتطلع قلبها غامق قوي. ايه دي؟ الكيكه العاديه. الكيكه قلبها غامق؟ ليه؟ مش عارفه، غيرت نوع الدقيق وغيرت نوع السكر. وغيرت السمنه، بدل ما كنت بستخدم الزبده الصفراء استخدمت سمنه بلدي، قلت يمكن عشان اللون. جربت كل الالعاب، قلت طيب يمكن يكون من الفرن، طلعت الرف بتاع الفرن شويه وحطيت حله فيها ميه، قلت يمكن يكون الفرن حامي قوي فبيغمقها من جوه.
عملت كل الالعاب. بتحطي بيكنج باودر قد ايه طيب؟ بتحطي بيكنج باودر قد ايه؟ كيس على قد ايه دقيق؟ تلات كوبايات، تلاتة وربع. لا معقول جدا الكيس، معقول جدا. طب غيرتي البيكنج باودر؟ لا بصراحة ما غيرتوش. طب غيري كده البيكنج باودر، احتمال كبير يكون هو اللي بيغمق لك. ماشي شكرا ليكي. دلوقتي بقى اللانشون معانا اهو على الشاشه بست بيضات، 5 مكعبات جبنه واتنين مكعب مرق ونص معلقه صغيره حبهان مطحون وكوبايه دقيق وبصل وثوم وبابريكا ولون طعام سحر واللون الاحمر ونص كوبايه من الزيت وفلفل اسود وملح، كل ده في الخلاط. بعد ما نحطه في الخلاط هنجيب حله فيها ميه ونجيب كيس حراري ونصب فيها البودره في الخلاط كله على بعضه، هنصبه في الكيس ونبدا نربطه او نشكله شكل الاسطوانه، وبعدين نلف بورق استرتش وبعدين ورق الومنيوم كذا ورقه في بعضها ونلفها حلو جدا ونسلقها في الميه لمده ساعه لساعه وربع بس كده. ده اللانش. ماشي. طيب انا دلوقتي هطلع في فاصل وهنرجع بعد الفاصل اقول لك هنعمل في الكيكه. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى الكيكه كده طبعا دي اللي معموله قبل الحلقه، هوريكم بقى هنعمل فيها ايه. برده نفس الحكايه، شربات نفس هو الشربات اللي عملته جوه الكيكه هعمله براها. بقى ما تطلع كده تهدى شويه صغيرين، ابدا ان انا احط لها شربات بتراك مشمش برده. يس كده الشربات زي طبعا هنا ما حطيتش بقى لا عليه ميه ولا اي حاجه، يعني الشربات في العادي ان احنا بنشربه بميه، بنخفه بميه ونشربه، انما هنا لا، في الكيكه هنا لا، انا حطيته كوبايه فوق في العجينه من جوه، وادي كمان حوالي نص كوبايه عليها من بره، وبعد كده نبدا نقطعها. عشان ندخل الشربات ده من جوه كمان يبقى اعمله زي الصوص. ماشي ولا هكلمك تاني اصلا، انت انا مخصمك اصلا. كده عشان كله بقى ايه الصوص يخش جوه بين الطبقات بين الفتحات دي فيطري معاكي كمان الكيكايه. وكمان ممكن نعمل حاجه لطيفه كده، لو تطلعي في طبق وتروحي حاطه عليها كمان معلقه شربات كده بتبقى حلوه جدا. ماشي نزود كمان حبه. بس كده خلاص، يبقى كده عملنا الكيكه اللي بايه بشربات بتراك بره وجوه اتنين. اوكي طيب كده احنا عملنا ايه مع بعض النهارده؟ عملنا مع بعض المكرونه اللي عملناها اللي كانت صديقتنا الصغنونه عايزاها. انا سلقت المكرونه، جبت فلفل رومي وشوحته في شويه من الزيت ونزلت عليه زيتون اخضر زيتون اسود طماطم مقطعه صغير، قلبتهم مع بعض، اديتهم بعد كده 3 فص 4 فص من الثوم مفرومين، قلبتهم وسبتهم متغطيين شويه، شلتها من على النار، نزلت المكرونه المسلوقه ونزلت كمان الجبنه الرومي المبشوره حوالي نص كوبايه مثلا، قلبتهم كلهم في بعض، نزلتهم في صينيه وعليهم جبنه رومي من فوق. بس بسيطه جدا جدا. معانا ام اميره دينا. ام دينا اهلا وسهلا. ازيك يا مدام؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. والله بشكرك على الحاجات اللي انت بتعمليها كلها. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. تسلمي. الله يخليك. ايه الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي؟ الله يخليك يا رب. تأمريني ليك اي سؤال؟ لا والله بتشكرك. والله ربنا يخليك. شكرا لزوجك جدا وتحياتي على اسكندريه كلهم. طبعا على اسكندريه بقى خلاص هتخلص وكل هجوم على اسكندريه. ويلا كل سنه وانتم طيبين. عملنا مع بعض ايه كمان؟
الفراخ اللي بالبصل او بالدمعه زي ما كانوا بيسموها زمان قوي، اللي انا قطعت كميه من البصل والطماطم، تبلتهم بملح وفلفل وحطيت ورق لورا وحبهان، قلبتهم مع بعض، حطيت في حله كده حبه بصل على طماطم، وبعدين حط عليهم الفراخ، وبعدين حبه بصل على طماطم، وحطيتهم على النار من غير لا سمنه ولا ميه، كله طلع من بعضه وبقى بالشكل ده. طبعا حابه تحمريها اكتر في الفرن زي ما انت عايزه، حابه تقدميها كده مع رز ابيض او رز بالشعريه، جميل جدا. وعملنا كمان الكيكه اللي بشربات بتراك، وكده خلصت حلقتنا النهارده. ما عملناش اي حاجه تاني، مكرونه السويسرول اللي باللانشون، والفراخ بالدمعه او بالبصل، وكمان الكيكه اللي بالشربات. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه، الى اللقاء. مش محتاجة